أهلا بكم مجددا أحبتي الكرام مع الدرس 139 مع كلمة church. church سوف نشرحها بالتفصيل في أمثلة وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. وأما الآن أضغط على إعجاب واشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة church تأتي بمعنى كنيسة أو طائفة. church church. إذن المثال الأول: the separation of church and state. the separation of The separation of church and state. فصل الكنيسة عن الدولة. The separation of church and state. The separation of church and state. مثال الثاني على كلمة church: They came to church with me. They came to church with me. They came to church with me. جاءوا معي إلى الكنيسة. أهم مرادفات كلمة church: temple temple كنيسة، أيضا kirk كنيسة، religion دين. إذا ضع كلمة church في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا بالحلقة 140 مع كلمة مهمة جدا أيضا، كلمة citizen. citizen سوف نشرحها بالتفصيل. إلى اللقاء قريبا.